مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قضية إيمان 26 سنة التي تبحث عن الأصل. مشاهدينا الكرام، إيمان 26 سنة لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. عدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالها. إيمان كبرات عند الأم ديالها والأب ديالها قبل ما توفى. الأم ديالها بثلاثة أيام عطتها سر، قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك. إيمان في هذه اللحظات تغيرت عندها الأمور. ما هو أسوأ، صعبت القصة. من الطبيعي جدا ما يشاع وما يقال وكملاحظات حق لأي مواطن في التعليق، من الطبيعي جدا ونحترم تعليقات الناس، ولكن الإحساس له قوة أخرى. هذا الإحساس كتحس به هي، ما يقدر يعرضها حتى واحد. تريد معرفة من هو الأب الأصلي والأم الأصلية اللي تزدت من عندهم. مشاهدينا الكرام، تبعتوا معنا خطوات في الملف، مستجدات جديدة في الموضوع. هو الشكر الجزيل للمغاربة اللي مهتمين بهذا الملف وتتواصلوا مع إيمان. مؤخرا رجل اتصل بإيمان، أعطاه أسرار، ومن هذا الاتصال ديالها مع فاتحة قدرنا وصلنا الحافظة. كيفاش تبعوا معايا إيمان؟ الناس متضامنين معاك، كيحيوك كيساعدوك، الحمد لله. هذا هو شي معروف على المغاربة، كل شي مساندك. النقاش ديالك مع الناس، وفي نفس الوقت عاودي لي على هذا السير اللي جابها، قدرت انه فاتحة وصلات عند حافظة، كيفاش؟ اول حاجة انا بغيت نشكر الناس داخل المغرب وخارج المغرب اللي كيساندوني وكيعطوني هما القوة باش انني نقلب ونزيد نقلب. بحال اي واحد بعد المرش كنقول لي صافي غادي نهز الراية البيضة، سميتو كيقول لي لا بقاي ايمان مستمره وحنا معاك بقاي. وهما كيعطوني القوه باش انني نبقى نقلب، وغادي نبقى نقلبوا حتى غادي نعرفوا الحقيقه. وكنشكرهم بزاف وكنقول لهم شكرا، وشكرا بزاف. والسيد اللي عيط لي نهار الاثنين قال لي ايمان انا شفت الفيديو ديالك المره الاولى، قال لي واش هذه حفيظه واش فاتحه ولا ايمان؟ قلت لي لا، النمره ديال ايمان هذه. ويقول لي يا ايمان، قال لي شوفي انا عارف العنوان ديال حفيظه فين كاينه اللي كتقلب عليها فاتحه. قلت لي واش انت متاكد؟ قال لي اه. قال لي حاجه واحده اللي بغيتك تسولي لي، فاتحه واش ختها محجوبه؟ واش عندها شي ولد مونغوليا مريض او لا؟ انا ديك الساعه قلت لي واخا قطع انا غادي نعود نعيط لك. عيطت لفاتحه ديك الساعه قلت لها واش حت خت محجوبه خت حفيظه واش عندها شي ولد مريض مونغوليا؟ قالت لي اه. عيطت ليه قلت لي اه اخويا هي. ويقول لي صافي انا العنوان في العشيه ان شاء الله غادي نجيبو لك فين كاينه بالضبط هاد حفيظه اللي كتقلب على ديك السيده. قلت لي واخا صافي. هذاك الشيء اللي دار في العشيه، عيط ليا عطاني لادريس كيف ما هي. انا في الوقيته عيطت الفاتحة عطيتها لها، قلت لها سيري، قلت لها لا كنت هاد النعت وهاد الشيء ومنات مشيت تهضري مع حفيظه. الا قالت لك انا، قلت لها هذاك الشيء اللي بغينا. الا قالت لك لا راه ماشي هي، باش انت تعرفي بنتك فين كاينه، واش انت تعرفي المعلومات اللي خاصك تعرفيهم بالتدقيق على بنتك. انا وصلتي الرساله. هذيك الساعه عطيت العنوان لفاتحه هذيك الساعه. انا غادي نرجع معك في الاخير. مشاهدينا الكرام، كما نقول دائما، الوسائل تختلف والغايه واحده، امر من الله عز وجل. لا نعرف واش فاتحه هي الام ديال ايمان، ولا بهذا الخيط ممكن انه فاتحه تعرف شكون هي الابنه ديالها. كان هذا هو الطريق اللي تبعت ايمان. ومره اخرى الشكر الجزيل صراحة كل شيء متتبع لهذه القضية، والكل يساهم ويساعد إيمان من أجل الوصول للهدف في خضم الموضوع وليتنوي الرأي العام أكثر. تنتبعوا مجموعة من التعليقات ومشكورين المغاربة على الاهتمام ديالهم، وفي نفس الوقت لنا الحق في الجواب. من السهل أننا نمشيو للإطار القانوني، ولكن هناك إشكاليات أخرى. إلا مشينا للإطار القانوني في هذا الملف غادي يكونوا عندنا عدد كبير من الدعاوي القضائيين، من هاد الام، من هادي، من هادي. كاين اشكال، كاين العامل النفسي، كاين مجموعه من الامور الاخرى اللي ما غاديش نوصلوا للهدف بسرعه. هذا هو دور المغاربه، باننا نبحث بطريقه ممنهجه من اجل اننا نصغروا الملف حتى
حتى نوصلوا لاكبر نسبه ديال شكون هي الام. كما تبعتوا معنا سمعنا حافظه بزاف ديال الاماكن، واش هي حافظه وحده ولا حافظات، ولكن طريقه البحث حنا غاديين بشكل تدريجي غادي نشوفوا فاتحه مشاهدينا الكرام كيفاش شافت الموضوع. فاتحه، عدد كبير من الناس تبعوا القصه ديالك، ما عرفناش واش هي الابنه ديالك ولا حافظه عندها سر ثاني. غادي تعاودي ليا كيفاش بديتي قلبتي الحافظه وصلتي الحافظه؟ انا عيطات لي ايمان قالت لي راه حافظه سيري الحي السدري راه ساكنه حدا المدرسه. ملي مشيت تما ديك المدرسه ديال بريفي سولت ودخلت مع ديك الزنقه لقيت راجلها، داكشي اللي ورونا مشينا ليه. مشيت لقيت راجلها كيدير ديسير، عنده كروسه ديسير. ملي مشيت عندو السلام عليكم، سلام عرفني كيدير فلانه فلانه، سولتو على بناتو كاملين، سولتو على ولادو. راجل الله يعمرها دار راجل مزيان، ويقول لي فين غبرتي وهادي وهادي. وانا نقول لي فين كاينه حفيده، قال لي حفيده راه دارها رجلها وراه عيات وراه هادي. وانا نقول ليه بغيت نسولك، قال لي ما كاين حتى مشكل. قال لي قلت ليه البنت اللي كنت جيت عندكم عندها نهار 3 ايام الدريه تعطات من عندكم، نقز ليا هو قال لي حفيده غير دخلات لك. قلت له بغيت نعرف بنتي فين كاينه. الكلمه اللي سمعتها من فمو قال لي بنتك راه في فرنسا، بنتك راه ما كايناش هنا، بنتك راه في فرنسا. وشكون اللي داها؟ قال لي داتها الحاجه سعاد وفدواش السعديه والحاجه نجمه. دابا بلاتي معايا في هاد الاسماء، دابا هاد الدريه تفرقت على خمسه الناس ولا كيفاش؟ قلت لي انا جداتها من عندي امراه، قال لي هذيك هي فدواش السعديه واللي مدخلين الحاجه سعاد والحاجه نجمه. وهاد الحاجه سعاد ساكنه في فرنسا ودارها في درب الطلبه، انا كنعرف دارها. وديك نجمه ما كنعرف حتى وحده ما كنعرف. وهاد المعلومات اللي قال لك واش هما اللي عقلتي عليهم حتى النهار الاول؟ لا، انا عقل على مرا وحده اللي جداتها من عندي اللي جابت حفيظه. انا مشت لا مشتش سعاد، كانت صاحبه حفيظه. وهاد النجمه ما عمرني شتها هي. وانتي ملي ما لقيتيش هاد المرا قلتي لي نقدر نوصل للحفيظه باش تقول لي هي؟ تالي قال لي عاودي طالعي للدار شوفيها، حفيظه ما كايناش وضرها رجلها. وانا نعطيه نمره التليفون، قلت لي الله يرحم لك الوالدين لما نقول حفيظه تعيط ليا. قلت لي راه البنت عيطات ليا وقالت لي راه انتي هي الام ديالي، كنت عطيتيني الحفيظه عطاتني لشي مرا وانتي سميتك فاتحه والعمر ديال البنت 26 عام. قال لي سيري كوني هانيه، قال لي دابا غادي نعطي النمره دوك وغتعيط لك حفيظه. صافي ملي بقينا عساسين عليها باش زعما غتبان ولا باش غنشوفوها، الساعه ما كايناش. جيت لداري، جات معايا صاحبتي لداري، بقينا باركين شويه تعيط ليا. عيطات ليا الو، قالت لي فاتحه كي دايره اختي، لاباس اختي، غبرتي اختي؟ سول قلت لها فين غبرتي؟ قالت لي ومع الوقت وانا مريضه وانا عندي الكلاوي، عندي القلب، عندي السكر، عندي هادي، ما بقيتش قديت نوض. قلت لها بغيت نسولك، نسولك على الدريه اللي كنتي عطيتيها. قالت لي فين تسولي على ديك الدريه؟ شحال من عام هادي؟ قالت لي ما بقيتش كنعرفهم، ملي داوهم ما بقيتش كنعرفهم. وتعاود تقطع ليا التليفون كتقول لي شكون هما دول من عطاتها؟ عطاتها قالت لي داتها فدواش السعديه. دابا هذا الكلام قالوا لك راجلها، انا عاودي لي هي اش قالت لي؟ لا هي نشوف واش الكلام كاين تطابق بين كلام راجلها مع هي. لا بنفس المشكل. اش قالت لك هي بالضبط؟ قالت لي هي المرا اللي داتها سميتها السعديه، فدواش السعديه ومعاها نجمه، الحاجه نجمه. دابا هاد فدواش السعديه وحده هي؟ كاينه السعديه كاينه قالت لي وحده. فدوى؟ فدوى مع صاحبتها ولا شنو هي؟ يعني قالت لك داتها فدوى السعديه. وقالت لي ونجمه الحاجه نجمه والحاجه سعاد، وهادشي مدخله فيه سعاد، الحاجه سعاد في فرنسا. قلت له دابا بغيت نعرف كتقولي لي بنتي كاينه في الحبوس راها مريضه. قالت لي عمرني ما جبت لك هادشي. نكرتني قالت لي عمرني ما جبت لك هادشي. وقالت لي انا هذوك الناس انا ملي زيرتها، قالت لي لا هذوك الناس انا ما كنعرفهمش. قالت لي امي الله يرحمها اللي جابتهم.
قلت له هالحاجة سعاد كاينه ساكنه حداك دارها راه باقا حداك. قالت لي غتجبدي لي الماء. علاش كتقلبي دابا؟ انت واش عرفتي الحاجة سعاد دارها حداها؟ لا حيت انا كانت هي كتقول لك الحاجة سعاد، ما الحاجة سعاد كانت باغا تعطيها بنتها لولدها. اي ولكن انت هاد العنوان ما كنتيش كتعرفي؟ لا انا حفيده كنعرفها، عندنا من البلاد. والله صيفطاتك هي العنوان دابا، انت كدوي على البلاد ماشي فين ساكنه دابا. الدار القديمه. واش رحي للناس؟ ها الناس شو تفهم دابا؟ انت كتهضري لي على العروبيه مع الدار البيضاء. حنا كنقول لك هاد لاله مريم راه واحد السيد هو اللي نقد هاد السيده، قال لها العنوان باش وصلتي ليها انت. يعني فرقي ليا بين الهضره ديال البلاد ياك في الفيديو اللي قلتي المهمه ديال دابا باش الناس تستوعب. نعم لا هاد الحاجه سعاد ساكنه حداها في كانت كاريه في درب الطلبه. هاد الحاجة سعاد في فرنسا كانت هي رابطة مع علاقة بغات تعطيها بنتها لولدها. وانت ما قلبتيش على الحاجة سعاد تما في دار الطلبة؟ لا ما كمشيت شحال من مرة ما كايناش. فرنسا هي سادة دارها، كتجي قال لي كتجي تبرك 15 يوم 20 يوم وكتمشي. وملي سولتها هي قالت لي لا هاد الناس اللي جابوهم ما عندهم حتى علاقة بسعاد. ملي قلت لها انا غادي نحط سعاد غادي نعرف هاد سعاد توريني بنتي فين كاينة، هي تقول لي لا سعاد ما عندها حتى دخل في هذا الشيء. قالت لي شي ناس شلوح كانت خاطت بنتهم سعاد وهما اللي جابوا هذوك الناس. قلت لي تقول لي الحاجه نجمه راها صاحبه الحاجه سعاد والسعديه فدوى السعديه، هذا الشيء اللي كاين. وهي تقول لي ودابا علاش كتقلبي؟ قلت لها غير جي عندي نهضر وانا وياك، انت نخليك بعيده، انا الحل الوحيد اللي بغيت منك هو توريني بنتي. كانت حيه وريها ليا، كانت ميته وريها ليا. علاش بنتي 26 عام هادي كاع البنات كيقلبوا ولقاو مواتهم؟ قلت لها انا قلب 16 عام وانا كنقلب عليك. والاخريه قلت لها تحولتي لاله مريم، ومن بعد لاله مريم مشيتي لحي صدري برات عليك الارض. وقالت لي شوفي بلا ما تصدعيني دابا، قالت لي انا رانا مريضه ورانا عندي الطونسيو عندي هادي، واش بغيتي لابيلانس هزني؟ هادي هي الكلمه الاخيره. قالت لي علاش كتقلبي؟ كتقلبي على المشاكل. ما جبتيش معايا هاد ايمان؟ لا جبدت معايا. قالت لي واش البنت اللي كتقلبي عليها انتيا هي اللي مشات تقلب على شي مرا في درب الكبير؟ يعني هي شافت هذاك الشيء؟ متبعاه. قالت لي واش البنت؟ قالت لي لا هذيك ماشي بنتك. قالت لي لا ماشي بنتك. قلت لها شوفي انا كانت هذيك بنتي ما كانتش بنتي، غتوريني بنتي اي طريقه توريني بنتي. قالت لي ما بقيتش كنعرفهم. قلت له الحاجه سعاد؟ قالت لي والحاجه سعاد 20 عام هذه ما بقيتش نعرفها. صافي جمعتني وطواتني ما بقاتش هي كتعرف الناس بالكل. وبنت عمي قالت لي شوفي يا بنت عمي ودابا علاش كتقلبي على الصداع؟ شنو علاش كاين الصداع؟ انا ما فهمتش انا علاش كاين الصداع. واش فيه البيع والشراء هذا الشيء ولا ديك الدريه تباعت ولا كيف؟ قلت لها هذا الصداع اللي كتقولي لي ما كيصدع. اذا قلت لها بنتي بيعاها متجره فيها، كديري التجاره في الدراري. صافي بحال بدات كتغوت تقلع عليها بنتها التليفون. قالت لي شوفي يا خالتي دابا انا نقول لك. قلت لها شوفي انا ما كنعرفك لا انت، نتوما كنتو دريات صغارات، انا كنعرف امك هي اللي جابت لي الناس. وباش غتقول لي امي؟ لا امها كانت مرا كبيره مرا مريضه كانت شاده الفراش وما عندها حتى دخل لا بسعاد الحاجه سعاد ولا بنجمه ولا بالسعديه فدوى السعديه. فدوى باش عرفتي انت ما عندهم بها دخل؟ لا انت قلتي لي غير الحاجه اللي في فرنسا اللي كتعرفي، قلتي كانت ساكنه هي وياها من البلاد في العروبيه. لا في درب الطلبه. في ديك الوقيته. وهذوك النجمه وهاد السعديه فين كتعرفيهم تاهم؟ هي اللي كتعرفهم. قالت لك هاد الحاجه سعاد اللي كتعرفهم. واخا يلا وكملي لي دابا بنتها اش قالت؟ قالت لك هاد الحاجه سعاد هاد نجمه والسعديه من طرف الحاجه سعاد اللي في فرنسا. قلت لها صافي انا غادي نقول الحاجه غنقول لها انا غادي نحط الحاجه سعاد. قالت لي لا ماشي شغلك وما تدخليش في الحاجه. قالت لي غديري المشاكل. قلت لها وريني بنتي الحل الوحيد، وريني بنتي. وهي تقطع عليا التليفون. صافي قطعت عليا التليفون. دابا هنا كنلقاو بانه كاين اعتراف مبدئي بانه هي عارفه القصه ديالك وعارفه بنتك. لا عارفه القصه ديالي وعارفه الام ديالي كتعرفني. وشو تقول يا بنت عمي وجي عندي للدار مرحبا بك. وما ديريش قال المشاكل.
جي عندي للدار مرحبا بك. انت حاولي تمشي عند الدار الى 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 هذا ربي انا توصل. ما نقدرش ما نكذبش. علاش ما نقدرش؟ هي عندها ولاده واعرين، عندها ولاده صعاب، تقدر دير لي شي مشكله، تقدر هي خايفه على روحها. ما فهمتش انا هادشي، انا ما فهمت فيه حتى حاجه. ولكن انت ملي مشيتي المره الاولى راجله تعامل معاك مزيان. راجله تعامل معايا مزيان، راجله من الاول ديالو كنعرفو، راجله الله يعمرها دار. الا دويتي معاه في التليفون وقلتي واش ممكن نتلاقى معاك ونشوف معاك الامور باش تاخدي الامور بالتالي ما بغاتش، قالت لي ما كنقدش نوض معايا صاحبتي، كتسن صاحبتي كلشي. قالت لي ما نقدش، خاصني لابيلونس هزمي. قلت لها حفيظه شوفي فيا، شوفي فيا ورحميني. قلت لها بنتي هذه كيف عندك تي بنتك كدور قدامك؟ راه انا بغيت بنتي، راه قلت لها شي نهار تصبحي ميته وغتمشي مقلده. قلت لها راه اليوم الدنيا وبدا اخره، راه ما تهمك لا دنيا ولا طموع الدنيا، طموع الدنيا كيفوت. ولا كان وريني نشوف بنتي غير مره وحده، ولا بغات الموت جيني سلامه. قالت لي سير ما تدخلينيش في هاد المشاكل. فتيحه قالت لي شكون اللي عمر لك راسك؟ شكون اللي دارت لي ما عمر لي راسي؟ توعد. قلت لي انا كنقلب على بنتي ملي تحولتي، قلبت عليك تعيت ما لقيتش باش نلحقك. يعني دابا هنا الحمد لله انت النيه ديالك في ايمان، وعن طريق ايمان والمغاربه الله يجازيهم بخير وصلوك لهاد الحفيظه، عرفتي بانه هي. أيه لقيتي أيه العنوان اللي ما لقيتيهش سنين. واخا هنا الا ما توفقتش معاك شنو غادي ديري انت؟ وغنبقى معاه حتى النهايه. توريني بنتي باي طريقه. الا ما بغاتش هي توريك شنو غديري؟ توريني بنتي، نمشي معاه فين ما بغات توريني بنتي. يعني غتمشي للقانون؟ نمشي للقانون، نمشي معاها القانون. توريني بنتي، كانت حيه توريها لي، كانت ميته توريها. هاد الخلاصه في هادشي اللي دار بينك وبينها، كتشوفي ممكن كاين شي حاجه جهه ايمان ولا الموضوع ايمان بعيد؟ كتقول لي واش انت كتقلبي على ديك البنت اللي مشات عند المراه اللي في الدرب الكبير؟ قالت لي لا لا هذيك ماشي بنتك وماشي بنتك. وباش عارفه السميه ديال بنتي؟ قالت لي لا بنتك ما سميتهاش ايمان وماشي بنتك، والمراه اللي مربيها ماشي ربيعه، مربيها في السعديه، والحاجه نجمه خت السعديه ومن طرف الحاجه سعاد اللي في فرنسا. فهمنا المعطيات وكنشكرك انك الحمد لله الخيوط ديالك باينه، يعني انت الطريق دابا ولا الطريق عندك سهله. واش العلاقه بايمان نعم ام لا؟ مشاهدينا الكرام هذا هو النقاش اللي دار بين حافظه، موضوع النقاش اللي هي فاتحه حسنيه. الاسباب كما قلت في السابق تختلف والغايه واحده. هاد السيده مسكينه عند ايمان، كتقول لك عندي احساس، ولكن بفضل الله تعالى والمغاربه ايمان قدرت توصل العنوان ديال حافظه اللي وصلت لهاد المعطيات. سمعتوا النقاش ايمان، هاد النقاش اللي سمعتي دابا كيف شفتي الامور؟ بزاف هادشي ما مفهومش، واش كاينه حافظه وحده ولا حافظات هما اللي مفهومش هادشي؟ كون غا قالت لها غير الصراحه، باش يا اما الا كنت انا تقول لها الحقيقه، الا كانت بنتها في شي بلاصه اخرى تقول لها الحقيقه، باش حتى انايا نعرف اشنو غندير، وديك الساعه باش نمشي لاسفي. ودويلي على اسفي، يعني الخيوط ديال اسفي باقا كاينه. اه باقا كاينه، باقا كاينه اسفي، وغادي نمشي لاسفي. العائله ديال 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 ماماك الله يرحمها مسكينه اللي كبراتك، كيتواصلوا معاك؟ عندهم اسرار؟ شنو الجديد اللي عطاوك دابا في الموضوع دابا؟ لانه هادشي صافي تعلن، شحال هادي كانوا ساترين بامر من ربيع الله يرحمها والاب ديالك توفاو. بغيت تعرفي الحقيقة الأصل، العائلة كلها ساقط الأخبار، كل واحد قدر عنده شوية المعلومات، شنو الجديد اللي عطاوك الآن؟ الجديد اللي عطاوني هما كيقولوا لي منا شافوا معايا فتيحة في الفيديو اللي من قبل، كاملين كيقولوا لي إيمان عندنا من 80% حتى 90% أنها تكون هي الأم ديالك، هي حيت بعد الهضرة متشاب دايرة بحال الهضرة اللي قالت لك داك النهار محجوبة، فاش أول مرة فاش مشيتي عندها. وكيقول لي يا اما لقيتها هي هذاك الشيء اللي بغينه، لقيت هذه الحفيظه هي ما لقيتيش، خاصك ضروري تمشي لاسفي. بقاي معايا باش الراي العام يستوعب، انا كنشوف الناس اللي متبعين وكنشوف الناس اللي اول مره خصهم تما يفهموا. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع كنا درجنا الفيديو مع محجوبه، شكون هي محجوبه؟ قبل ما توفى الام ديال ايمان بثلاثه ايام اللي عطاتها السر، قالت لها انا ماشي امك وهذا ماشي باك، قالت لها السر كاين عند حفيظه ومحجوبه. قدرنا نوصلوا الفيديو، الى طلعتوا عليه راه غادي تلقاوه، اللي ناقشنا الموضوع مع
محجوبة محجوبة عطتنا معطيات كيبقى حقها، ولكن من بعد كتقول لينا إيمان أنه المعطيات اللي عطتنا ماشي هي اللي قالت الإيمان النهار الأول هي اللي غادي تعود معنا الآن. يلا عاودي ليش شنو قالت لك محجوبة النهار الأول؟ الأول فاش مشيت عند محجوبة، مشيت أنا وخالتي مشينا عندها، قلت لها أمي، قالت لي نعم، قلت لها ماما قبل ما تموت راه قالت لي واحد الحاجه، قالت لي شنو قالت لك؟ قلت لها راه قالت لي انك ماشي ماشي بنتي، راني غير مربياك. قلت لها وقلت لها سميتو، قلت لها قلت هي تقول لي الا بغيتي تعرفي الحقيقه وشكون الام والاب سيري عند محجوبه وبنت عمها حفيظه. مشي من انت عند حفي عند محجوبه، شنو قالت لك محجوبه؟ محجوبه من قلتها، من قلت لها هادشي كامل قالت لي علاش كتقلبي دابا؟ واش كتقلبي على الصداع؟ قلت لها امي انا ما كنقلب على الصداع لا والو، انا الحاجه الوحيده بغيت غير نعرف غير الحقيقه، شكون الاب وشكون الام، هادشي اللي بغيت نعرف. وهي تقول لي شوفي اول حاجه ذنوبك على الجده ديالك اللي هي مات باك. قلت لها علاش؟ قالت لي هي السبب، هي السبب قالت لي ديال الفراق ديال الام والاب ديالك. قالت لي حيت الام ديالك كانت خدامه عندهم في فيلا، قالت لي كانت خدامه عندهم، قالت لي وهي ما بغاتهاش حيت غير خدامه وساكنه في الكاريه اللي حدا الفيلا ديالهم. عطاتني البلاصه اللي ساكنين فيها في عين السبع في الكاريان عبد الله بن الحاج. من سميتو قلت لها شوفي امي، قلت لها انا ما باغا حتى شي حاجه، ما باغا من عندهم حتى شي حاجه، انا الحاجه الوحيده باغا غير نعرف. قالت لي ان الام والاب ديالك كانوا مزوجين بالكاغد ديال الزواج ديالهم. قالت لي والجده ديالك اللي هي السبب ديال الطلاق. قالت لي من بعد، قالت لي انا بقاتش فيا رابعه حيت كانت ديك الساعه قالت لي ما كتولد، ما بقاش كتولد، وقالت لي وبغات بنيه تربيها. قالت لي انا مشيت دويت مع بنت عمي مع حفيظه، قالت لي وقلت لها شوفي جارتي راها واقعه وباغا تربي. قالت لها صافي انا عندي ليها الحل. قالت لي منا مشاو عند حفيظه، فاش عند حفيظه هي منا حفيظه قالت لك كتعرف الجده ديالي اللي هي امه الام ديالي البيولوجيه. قال لك مشات عندها قالت لها شوفي انا الحاجه الوحيده اللي بغيت منك حفيظه هي هذا الشيء اللي ولدت بنتي، هي بنت يا ولد تعطيه، ما بغيناش خوتها خايبين والاب ديالها حتى هويا. قالت لك هذاك الشيء اللي درنا، قالت لك مشينا، قالت لك جات حفيظه عندنا، قالت لي صافي، قالت الرابعه صافي انا لقيت لك الحل. مشاو قالت لك مشينا عندهم الكاريان تاع عين السبع، قالت لك مشينا وتغدينا عندهم، قالت لك عطاونا البنيه. قالت لي ومن قالت لي بغينا نخرجوا، قالت لي الجد ديالك اللي هو بات الام ديالك قال لها كيف ما هما طلقوا بنتي حتى حنا غادي نحرموه من بنته، ما عمرهم ما غايشوفوا واش حيه واش كاين ولا ما كايناش. هذا الشيء عرفناه، دابا اللي بغيت نعرف شنو العلاقه ديالو فاتيحه، شنو الحاجه اللي كتشوفيها انت قالتها محجوبه عندها علاقه قريبه بفاتيحه؟ بحال كيف ما الهضره اللي سميتو قالت لي ان محجوبه حفيظه كتعرف الام الجده اللي هي الام ديال الام ديالي، كتعرفها ومن دوار واحد ومن بلاصه وحده. يعني الفيلم على الدوار دابا. هاكاك شكرا لك، الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، هذه هي مجموعه من نقاط جديده في الموضوع، النقاش اللي دار بين حفيظه وفاتحة من أجل الوصول للهدف. واش إيمان هي بنت فاتحة؟ نعم أم لا؟ وهنا كيبقى الإطار الثاني مهم، أنه الاعتراف المبدئي ديال حافظة كتعترف الفاتحة بأنه أنا عارف الحقيقة. مشاهدينا الكرام، هنا عندنا شقين، إلى كتاب أنه إيمان هنا بانت الأمور، إلى كان أمور أخرى مطالبة حافظة أنه تعطي المعطيات الفاتحة شكون هي بنتها، وهي بطبيعة الحال كيبقى لها الأمل الأخير في القضاء المغربي أنه ينصفها باش تعرف الإبنة ديالها. مشاهدينا الكرام، كما يبقى الإطار الثاني الإيمان انطلاقا من مجموعة من المعطيات، وتبعد الأدريس ديال أسفي اللي تبيان الحقيقة، نشوفوا حافظة ديال أسفي. ما يهمنا أكثر في الموضوع هو البحث بدقة باش نحاولوا ما أمكن أننا نلخصوا الهدف تنوصلوا ليه، لانه ما يمكنش ايمان كما قلت في الفيديو السابق تكون عند مجموعه من الدعاوي القضائيين راه يمكن هذه امي، هذه حافظه من هذه المدينه، هذه هنا اشكال. البحث غادي بطريقه ممنهجه، والفضل كله كيرجع الله عز وجل ومجهود المغاربه باش يكملوا الشهاده ديالهم في اللي عنده معلومه على الملف. لازلنا على تتبع الملف ايمان، وسوف نوافيكم دائما بالجديد في حاله الى توصلنا باي جديد في الموضوع. إيمان عند الخيط الآن
اسفي وفاتحه عندها حافظه ديال الدار البيضاء ديال يمكن حي السدري. حنا على تتبع دائما الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد، سوف نستمر ان شاء الله للوصول الى الحقيقه في الملف، شكون هي الام والاب ديال ايمان، وكذلك الى ما تبتش انه هي فاتحه فين هي الابنه ديال فاتحه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.